لكل متابعي يلا كوره المشتركين معانا في البريدكشن جيم. معانا النهارده كريم سعيد هيساعدنا نتوقع ازاي ونجمع نقط. وعايزه اقول لكم كمان ان جايزه المركز الاول بي اس 5 والمركز الثاني والثالث موبايل. كريم ساعدنا، عايزين نجمع نقط. طبعا مسابقه البريدكشن جيم بدينا اكيد واحده من المسابقات الناس كلها بتحبها، بس في المونديال ده بصراحه بجد المسابقه فعلا صعبه وعايزه الناس الجامده جدا. ليه؟ في البريدكشن جيم بيبقى في ناس بتحب تلعب على الامان وفي ناس بتحب تلعب على المخاطر. امتى العب على الامان وامتى على المخاطر؟ احلى سؤال ده. تلعب على الامان، معظم الناس بتحب تجمع نقاط بتلعب على الامان. مثلا يعني دايما اكتر نتيجه امان في البريدكشن 2-0. لما فريق مثلا كبير بيلعب فريق متوسط او فريق اصغر اقل منه، دايما بتلاقي معظم الناس تتوقع 2-0 نتيجه في الامان، ودي يعني النتيجه الاقرب للحدوث. اوكي. مثلا لو خدنا احنا الدور الاول، دور المجموعات كله، مثلا اللي جم يتوقعوا مباراه المانيا واليابان، طبعا ده كله اكيد هيتوقع في الامان. المانيا هتكسب بالظبط، لكن المباراه دي كانت عايزه واحد بيخاطر. اللي يخاطر في مباراه زي دي تلاقيه كسب نقاط كتيره قوي وعدى مراكز كتيره، لان معظم الناس هتتوقع المانيا، عدد قليل قوي اللي هيتوقع اليابان، فاللي عدد قليل ده هتلاقيه بيتقدم في المراكز بشكل كبير. واحنا رايحين لدور ال 16 طبعا المواجهات بتبقى اكثر صعوبه لانها بين متصدرين بالزبط. المجموعات. انا في وجهه نظري بدايه من دور ال 16 لازم اليوزر او المتنافس اللي في البريدكشن هيجي يختار لازم يسال نفسه سؤال، الماتش ده انا محتاج اخاطر فيه ولا لا؟ حاول تخاطر. في وجهه نظري مباراه ما بين اثنين فرقتين كبار، يعني مثلا بنقول مثلا يعني اسبانيا هتلاعب اسبانيا، يعني بقول مثلا مش بقول يعني مش بقول حاجه ضروريه، الارجنتين مثلا في دور الثمانيه هتلاعب هولندا، ماشي، اسبانيا فرنسا هتلاعب او فرنسا هتلاعب انجلترا مثلا. يعني المباريات دي حاول انت تخاطر بحته ايه، انك تقول مثلا ايه انجلترا هتكسب 2-1 او 3-0، رايي هيبقى مخالف او رايي هيبقى ده اللي هيجمع لك نقط لو صح. بالظبط كده. حاول مخاطرتك تبقى في الماتشات الكبيره مش في ماتش ما بين منتخب كبير ومنتخب صغير، مفاجآت مش هتتكرر في الادوار الجايه زي ما حصل في الدور الاول. كريم بنشكرك، ويعني اللي لسه ما اشتركش معانا في البريدكشن جيم يقدر يدخل على يلا كوره يعمل سبسكرايب يبقى معانا في البريدكشن جيم ويكسب ان شاء الله.